مثل ما بنعرف زينب، شهر نيسان هو الشهر يلي بيتم تسليط الضوء فيه والتوعية بمرض التوحد من خلال مجموعة مبادرات وأنشطة وبحوث علمية. حديثنا اليوم علمي بامتياز وخاص بالتوعية باضطراب طيف التوحد. بصرنا اليوم نرحب بضيوفنا الدكتور عصام حسن آغا، نائب عميد كلية الصيدلة، والدكتورة هالة شاهين، مدرسة في كلية الصيدلة وناشطة مجتمعية. صباح الخير، أهلا صباح وسهلا. صباح النور، يسعد صباحكم وأهلا وسهلا فيكم. يعني عم نحكي عن موضوع كنا تحت الهواء عم نقول إنه هالموضوع منتشر للأسف جدا بالوقت الحالي بسبب عدة عوامل، أهم يمكن إنه يمكن الأم ما تعرف الأعراض الصحيحة للابن وينترك فيصير عنده تطور بالحالة. اليوم بما إنه اليوم تبع للتوعية بهذا الشهر من مرض التوحد، حابين نعرف منك دكتورة أول شيء تعريف التوحد، أسبابه، أعراضه، قبل ما نبدأ بالأشياء الثانية. تماما. التوحد هو عبارة عن خلل في النمو العصبي وفي تطور الدماغ، يحدث في السنوات الأولى من العمر، والمصاب فيه يفقد ثلاث مهارات أساسية يلي هي التواصل واللغة والسلوك. طبعا هو بيصير في بالأشهر الأولى بسن الرضاعة. الأسباب ما زالت لغاية اليوم ما زالت مجهولة. بعض الدراسات بتشير لأنه الجينات ممكن يكون لها علاقة بالقصة، ممكن في طفرات نادرة عم بتصير على الجينات. بعض الدراسات الثانية بتقول أنه هي لا، أسباب بيئية، ربما إجهاد الأم الحامل أثناء فترة الحمل، ربما الولادات المتعسرة، ربما أيضا تسمم الأم الحامل خلال فترة الحمل بالمعادن الثقيلة بأنواع من الملوثات. أيضا في كثير دراسات بتشير لتدخين، للكحول، للمخدرات، ممكن يكونوا هن أسباب. إصابات فيروسية أيضا، والدراسات الجديدة عم بتشير لمنطقة بالدماغ اسمها اللوزة الأميجدالا، هي ربما هلأ الدراسات الجديدة عم تقول أنه يمكن هي السبب المؤثر. إنما لغاية اليوم سبب مؤكد للإصابة بالتوحد لغاية اليوم ما هو معروف. طبعا بالنسبة للأعراض، بما أنه قلنا أنه المصاب هو يفقد ثلاث مهارات أساسية اللي هي التواصل واللغة والسلوك، فالأعراض بننتبه لها من خلال هي المهارات. فأولا التواصل، بنلاحظ أنه الطفل ما عنده تواصل مثل غيره من الأطفال، حتى لما بيكونوا بسن الرضاعة بيبي، يعني بتحس الأم أو بيحسوا الأهل أنه التواصل، انت الطفل احيانا يعني نحن بنعمل له هيك عدقنه انه كغي او كذا، ما بيتواصل مع اهله، ما بيتجاوب. النظره، الاي كونتاكت، هي عرض اساسي للاصابه بالتوحد، انه طفل التوحد ما بيطلع فيك عينه، ما بتجي بعينك مباشرة. تماما الاي كونتاكت هي علامه اساسيه، زائد انه انت بتحكي للطفل فبتحسي انه بيحسوا الاهل كانه الولد ما بيسمع. بالنسبه للغه بيتاخروا عن النطق مقارنة بالأطفال الثانيين، وأحيانا في بعض الأطفال ما بتبلش الأعراض معهم من عمر الأشهر لبعد السنة أو السنة ونص، فلما بتبلش أعراض التوحد حتى لو كانوا بلشانين يحكوا بيفقدوا المهارات اللغوية اللي هم اكتسبوها خلال هالسنة أو السنة ونص. والسلوك المميز لطفل التوحد أو المصاب التوحد هو السلوك النمطي التكراري، بيعملوا حركات تكرارية نمطية، هي مميزة بالنسبة لهم، سواء حركة يد أو رجل أو راس، أحيانا اهتزاز معين وهكذا. مرض غامض لغاية اليوم، مو بس بسوريا، بحول العالم لغاية اليوم يعتبر مرض غامض، لذلك نحن بدنا نسلط الضوء عليه، بدنا نساهم بزيادة التوعية عنه. أكيد. يعني دكتورة حكيتي نقاط كتير مهمة، اللي هي انه نحن في دراسات عديدة لسه ما اثبتت السبب، يعني ما اجمعت كلها على سبب واحد التوحد. لهيك يمكن اهمية البحث العلمي تزامنا يمكن مع اليوم العالمي للتوحد ذو أهمية كتير كبيرة. دكتور رح نحكي مع حضرتك عن دكتور عصام عن أهمية هذا اليوم. عملتوا بحث علمي خاص باضطراب طيف التوحد، ويعني كان هالبحث يمكن في أمور كتير طرقتوا لها، ولكن في محاور أساسية خلينا نبدأ فيها. طبعا مثل ما تفضلت دكتورة هالة، التوحد هو مجموعة من الأعراض اللي بتظهر على الطفل. نعم. طبعا المهم الأساسية هو الأسرة، خاصة الأم، يجب أن تنتبه
وتراعي انه ظروف ابنها وتنتبه وتتاكد انه هذا ابنها عنده خلل ما عم يتجاوب معها مشان نعالجه مباشره بشكل مبكر بحيث ما يتطور معه مرض التوحد او طيف التوحد بالحقيقه اللي هو مجموعه الاعراض اللي ممكن تتظاهر على مريض التوحد بحيث وقت يكبر تتطور وتسيء حالته وبالاخير ما نحسن نعالجه. طبعا بالنسبه لليوم العلمي نحن بنذكر انه هدول الاطفال اللي عندهم هالطيف المرض طيف التوحد هن اشخاص طبيعيين، هن اشخاص ممكن نحن نستفيد منهم بالمجتمع. نعم. هن اشخاص ممكن نحن اذا شخصنا حالتهم بشكل مبكر انه نعيدهم للمجتمع ونستفيد منهم وبالتالي يكونوا فاعلين بالمجتمع مثل غيره من الاشخاص. يعني ما يخافوا الاهل اذا عندهم طفل مصاب بالتوحد، ممكن نحن بالبدايه اذا اكتشفناه بمراحل مبكره انه نحسن الاعراض. طبعا بالحقيقه في احصائيات عالميه حول مرض التوحد بينت انه حوالي 1-2% من الاطفال اللي عم يولدوا بالعالم هن مصابين بالتوحد. نعم. وفي احصائيات عنا بسوريا بينت انه انتشار التوحد عم يكون بالاماكن المكتظه بالسكان اللي فيها نسبه تلوث مرتفعه، فهذا الشيء نحن بالحقيقه فكرنا فيه انه معناتها في علاقه وثيقه ما بين هالملوثات اللي هي معادن ثقيله غالبا مثل الزئبق الكادميوم الرصاص وغيرها من المعادن اللي ممكن طبعا تنتقل الى الام ومن الام بالرضاع الى الطفل او قبل الولاده حتى اثناء مرحله الجنين ممكن تنتقل للطفل وبالتالي تخلي في عنده خلل ما، هالخلل العصبي اللي ممكن يؤدي بالاخير الى ظهور طيف التوحد. نعم. وبالتالي المعادن الثقيله عم تاثر، فنحن فكرنا انه معناتها اذا قللنا بنسبه المعادن الثقيله سواء كان عند الام الحامل او قبل ما تحمل او عند الطفل بعد ما يولد، طبعا ممكن نحن نلاقي طريقه انه نخفف المعادن الثقيله. نعم. وبالتالي نلاقي طريقه للعلاج، يعني منع تطور الحاله اذا لم يكن المنع اطلاقا يعني معالجه بشكل كامل. تماما. لانه في علاقه بالحقيقه وثيقه ما بين المعادن الثقيله وبعض الانزيمات الموجوده بالجسم. نعم. بعض الفيروسات الموجوده بالجسم بالجهاز المناعي وبالجهاز العصبي، وبالتالي نحن ممكن نستخدم المركبات المكونات النباتات الاعشاب الطبيه اللي ممكن تخلب المعادن الثقيله تمنع تركيزها بالجسم او تحد من تركيزها بالجسم وبالتالي تحسن الحاله الصحيه لمريض طفل التوحد. نعم دكتور، يمكن اجبت على سؤال انه علاقه المعادن الثقيله بمرض التوحد من خلال بحثك العلمي. دكتوره هلا، يعني مثل ما حكينا انه شهر نيسان هو شهر التوعيه بمرض التوحد، كناشطه مجتمعيه اضافه لخبرتك الطبيه اليوم، قد ايه مهم هذا الشهر للتوعيه لكل ام اليوم، خاصه عنا كثير من ضغوطات الحياه يمكن اللي ما عم تخلي الام كثير تنتبه على بعض المؤشرات عند اطفالها، اضافه انه نحن بعصر الانترنت والسرعه في عادات خاطئه جدا عم تاثر على الطفل، فخلينا من خلال حضرتك النبذة. الحقيقه اهميه التوعيه مثل ما تفضلتي، ضغوطات الحياه الكبيره وهو مرض التوحد بحد ذاته بيعمل ضغط وعبء شديد على الأسرة، على الأم وعلى الأب. نتيجة الأعراض الشديدة اللي بتظهر عند مصاب التوحد، بتظهر عند مصاب التوحد اللي هي لا نوم ونوم ولا أكل وأكل. على فكرة يعني مريض التوحد ما بيأكل أكل كيف من كان، في لهم قوام معين للأكل لازم يأكلوه. النوم غالبية مصابي التوحد قد ما يناموا بال 24 ساعة أبدا. لا، قوام الأكل وفي عندهم حساسية غذائية معينة. زائد أنه النوم، طفل التوحد أو مصاب التوحد بيعاني كثير من قصة النوم، ما بيناموا يعني حركة على مدار 24 ساعة، هذا كله بيزيد الضغوطات على الأم وعلى الأب. فإذا كانوا هن أصلاً مانن واعيين بالتوحد وبهي الأعراض ومانن متفهمين، عم يكون العبء شديد، عم يوصلوا لحالات الطلاق. يعني بالأسر يلي في عندها مصابين توحد، إذا الأم أو الأب مانن متفهمين للحالة ممكن يوصلوا للطلاق. زائد أنه موضوع التوحد حتى بالمجتمع هو بشكل عبء، لأنه وجود مصابين توحد بأعداد كبيرة يفرض على الدولة أن تعمل أو تهيئ كوادر تعليمية لتعليم هؤلاء المصابين، لأنه هن طريقة التعلم عندهم مختلفة عن الأطفال العاديين، هن بحاجة لكوادر خاصة بهذا الموضوع.
بحاجة لكوادر صحية أيضا تهتم فيهم، فهذا كله عبء على الدولة بالميزانية. نعم. أيضا عبء على الأطفال التانيين الطبيعيين اللي موجودين، لأنه بيكون في جزء من العبء رايح على مصابي التوحد. من هون بتجي المسؤولية المجتمعية أنه نحن توعي نعمل هاي الأيام العلمية، نعمل التوعية، نزيد التوعية بداية عند الأسرة يلي هي في عندها مصاب بالتوحد، نوعي أكثر لخصائص التوحد، نعرفهم أكثر، نعلمهم كيف يتعاملوا مع الطفل، كيف يتفادوا تطور الحالي عنده. زائد بننقل بعدين التوعية للمجتمع لنعرف المجتمع بخصائص طيف التوحد ليقدروا يتقبلوا المصاب، لأنه لغاية اليوم ما في تقبل لفكرة التوحد، ما في تقبل للتعامل حتى معهم، كيفية التعامل. لازم ننتقل أيضا نزيد المتطوعين بموضوع التوحد، ندربهم على كيفية التعامل مع مصابي التوحد، لأنه هن بيكونوا أيضا خط رديف للعناية بهؤلاء المصابين. ولازم بالتنسيق مع الدولة يصير في توعية، في خبرات أكثر، في أنشطة أكثر عم تصير خاصة بالتوحد. ومع الأيام لازم نفكر بإيجاد فرص عمل لهم، لأنه مصابي التوحد يلي بطيف بسيط ممكن يكونوا فاعلين بالمجتمع، مندمجين فيه، ينجوا ويعطوا، ما يكونوا هن منعزلين فقط عن بقية الأفراد. نعم. يعني دكتورة، حالات خاصة تعتبر هي أمراض التوحد، وهذه الحالات الخاصة مثل ما نوهتي يجب التعامل معها بعناية. تمام. لأنه عن جد ممكن نلاقي نتيجة، يعني بالدنيا ما في شيء ما له حل، أو ما في شيء ما له استجابة، لكن مثل ما حكيتي بيلزمنا نحن كمية كبيرة من الكوادر المؤهلة للتوعية، بداية بالأسرة وانتهاء بالمدرسة، والاندماج اللي عم يقوموا فيه دمج الأشخاص العاديين مع مرضى التوحد. وأيضا اليوم البحث العلمي اللي هو خلينا نقول دخلنا فيه شيء من سوريا ومن أرض سوريا، الأعشاب اللي ممكن هلأ عم نشوف أنه غير الأدوية، غير القصص الثانية، الأعشاب يمكن حكيت الدكتورة نقطة مهمة أنه ما بيناموا، ممكن يكون في شيء عشوة مهدئة شوي للوضع، هذا الحديث أنت حتحكي لنا عنه. طبعا بالنسبة لطيف التوحد مثل ما قلنا في مجموعة من الأعراض، ممكن الأعراض فرط إثارة، فرط تنبه، ممكن يكون أعراض بالعكس، يعني ممكن يعني المريض التوحد بيخلق جو خاص فيه. صح. هالجو اللي خاص فيه بيعيشه وبيرفض اي تنبيهات من الخارج، اي اوامر من الخارج، بيصير غير مطيع لاهله، لرفقاته، بيصير له عالمه الخاص، له جوه الخاص، وبالتالي لابد من استخدام بعض النباتات الطبيه، بعض الاعشاب الطبيه، او بعض الادويه لحتى تحسن من حالته، سواء كان بتخليه يهدى شوي مثل المهدئات الموجودة، أو بالحقيقة النباتات الطبية اللي لها تأثيرات مهدئة أو ما هي مسبب الإدمان، ما لها تأثيرات خطيرة مثل بابونج مثلا، مثل اليانسون، مثل مجموعة من النباتات. وفي عنا نباتات بالعكس بتخلي نشط مثل القرفة، الزنجبيل، القرنفل وغيرها من النباتات اللي ممكن تنشط تماما. إضافة إلى أنه في عنا مجموعة من النباتات اللي أثبتت تأثيرات على زيادة التروية الدموية على مستوى الدماغي مثلا، أو على مستوى الجملة العصبية المركزية، وبالتالي بتؤدي إلى تحسين التشابك العصبي وتحسين ردة الفعل وانتقال السيالات العصبية وترميم الأعصاب. فنبات جينكو مثلا، جينكو بيلوبا، هو نبات صحي منتشر عالميا هلأ حاليا، ممكن ينزرع بعض الأماكن وفي دول كثير تزرعه، بيستفيدوا من أوراقه في سبيل أنه ينشط التربية الدماغية ويحسن عمل الخلايا العصبية، يحسن الذاكرة. أيضا بالنسبة لبعض النباتات الثانية مثل الجينسينج مثلا، اللي أيضا ممكن يساعد ويقوي وينشط. إذا في عنا مجموعة من النباتات ممكن نحن نكون محلية، وممكن نكون أيضا نباتات تانية عالمية اللي بتساعد. وفي دراسات حقيقة كثيرة أكدت على هالموضوع أنه لها فعلا تأثير على طيف التوحد، ممكن تساهم كثير في تحسين حالة مريض التوحد، إضافة للعلاجات الأخرى. يعني هلأ بالصين مثلا بيستخدموا الوخز بالإبر طبعا للمعالجة، بكوريا مثلا بيستخدموا طرق تانية اللي هي الأعشاب الطبية مثلا بصورة أكبر. في الطب القديم كانوا يستخدموا نوع من التراتيل والتعاويذ والموسيقى اللي هي جزء روحية من المعالجة النفسية، وهي واردة طبعا لحد الآن. يعني تلاقي مريض التوحد
ممكن يحب يسمع موسيقى معينة يلتفت لها، استجيب إذا حكيتي معه أنت يرد عليك، بينما بيرجع على الموسيقى بينتبه لها وبكررها وبيرددها. حلو. وبالتالي هي جزء من المعالجة. فالمعالجات كثيرة ممكن كله يتضافر في سبيل نحن نخفف من أعراض طفل التوحد. نعم، يعني كثير من الأعشاب اللي ممكن تساعد الأهالي، خاصة يعني بهالظروف الاقتصادية، يعني مو كل الأهالي بيقدروا إنه يتكلفوا العلاج، فيهم يستبدلوا بشيء طبي كمان لمساعدة أبنائهم، زائد الحالة النفسية اللي لازم تكون متابعة من الأم. اليوم قدي كمان مهمة دكتورة المراجعة دائما للطبيب المختص، خاصة أنه صارت العائلات هي طبيبة نفسها بهي الظروف، ممكن يكون في أدوية معينة ما بتناسب أطفال التوحد أو تأثر عليهم أو حتى تخفف من مناعتهم، خاصة مثل ما بنعرف نحن هلأ بكورونا كمان. فخلينا كمان ننبه على الموضوع. هلأ مثل ما تفضلتي، هي موضوع العبء المادي هو اللي عم يخلي تراجع باستشارات الأطباء مثلا، انه الاهل صارت الروح على عند الطبيب هي صحيح مكلفة، هي مكلفة، مكلفة جدا صحيح. والعبء المادي هو اللي بدي ارجع شوي على الحديث اللي قاله دكتور عصام، موضوع استخدام الأعشاب هو ايضا هو الأعشاب السورية المتوافرة بمجتمعنا ببلدنا، هي ايضا طريقة لحتى نخفف او تكون صحيح. هي مساهمة تخفف عن الأهل عبء المصاريف المادية. رح اعطيكي مثال بسيط، البحث في بحث عم بيصير بكلية الصيدلة عن موضوع النباتات الخالية للمعادن الثقيلة، مثل ما تفضل الدكتور انه التلوث بالمعادن الثقيلة عم يكون له اساس او تأثير على الإصابة بالتوحد. عادة الأطفال كانوا يعالجوا بأدوية كيميائية خالية للمعادن الثقيلة بتكلف مئات الدولارات. الآن البحث اللي عم نجري على تركيبة من النباتات السورية اللي هي القرص عنة والكزبرة اللي هن متوفرين بسوريا بشكل كتير، يعني حتى بريف الساحل بيعملوها سلطة القرص عنة، يعني كتير كتير موجودة. هالمزيج اللي هو زهيد الثمن عمل تخفيض للمعادن الثقيلة عند هؤلاء الأطفال بنسبة كبيرة خلال استخدام لمدة 4 أسابيع. إذا نحن بدل ما نحط مئات الدولارات، نحن بتركيبة عشبية بسيطة قدرنا نوصل لنفس الفائدة. إذا هيدا الموضوع بيساهم بتخفيف العبء المادي عن الأهل. ضروري ضروري استشارة الأطباء. أي أم بتلاحظ على ابنها أي عرض مانو عادي أو مانو مماثل لأقرانه من الأطفال، ما تتردد أبداً بمراجعة الطبيب، لأنه أثبتت الدراسات أنه الكشف المبكر بيساهم كثير بتحسين الحالة لقدام، ما يستفحل المرض أكثر. فرجاء من أي أم عم تسمعنا، أي عرض بتلاحظيه على ابنك فوراً مراجعة الطبيب لحتى نتلافى القصة من أولها. صحيح. ويمكن كمان في نقطة مهمة دكتورة لازم كمان ننوه عليها، عدم الخجل بهذا الموضوع تماماً. لأنه عم يخجلوا ما عم بيروحوا عند الدكتور، هون بيجي دور التوعية، لأنه نحن معين أنه هيدا عادي، هذا هو مثله مثل بقية الأطفال، لكن هو مختلف بعض الشيء، في عنده مشكلة معينة مختلف بعض الشيء، لكن ما في شيء يدعو للخجل. من هون بيجي أهمية التوعية، أهمية تسليط الضوء. شكرا لكم أنتم يعني كوسائل إعلام أنتم لازم تكونوا شريكين معنا بهي القصة لنسلط الضوء، نعرف الناس أكثر على هالموضوع، أنه فعلا ما في شيء يستدعي للخجل، بالعكس هذا ابننا بدنا نحتويه، بدنا نعرف بس كيف نتعامل معه. صحيح. نحن بنتشكركم كثير على كل المعلومات اللي اعطيتونا اياها، وان شاء الله فعلا نلمس تحسن بواقع هيك طبابه اطفال التوحد، خاصه انه كل ام لازم تحس انه اي عارض بهيك بيتعرض له طفله او بتحس انه طفله ما له طبيعي، رجاء مثل ما قلنا انه استشاره الطبيب حتى يكون طفل طبيعي وفاعل بالمجتمع، وحتى يكون ابنك مثل ما بدك بالمستقبل. فاكيد نحن بدنا نشكركم. شكرا لكم. شكرا لكم. شكرا للاستضافه.